أحسن الله إليكم. يوسف أبو عبد الله يقول: ما الدعاء الذي يقال عند زيارة المريض من السنة؟ الدعاء أن يدعو له بالشفاء والأجر، وأن يؤنسه وأن يطمئنه على صحته، يفتح له باب الفال والأمل العافية والشفاء، يوسع عليه ما هو فيه، يدعو له بالشفاء، يدعو له بالأجر العظيم، يدعو له بالصبر والاحتساب. نعم.